لكن بعد ذلك تعادلت بلجيكا عن طريق مروان فيلاني، وبعد ذلك جاء هدف الفوز عن طريق لاعب نادي نابولي مينديز، وهنا كرة من ضربة حرة خطيرة، جول 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 فالنسيا، يعادل فالنسيا ويستحق أن يتعادل فالنسيا في الشوط الثاني، ذلك لأنه تقدم وذلك لأنه حاول وذلك لأنه وصل ووصل الآن وصل الآن وسجل بالفعل هدف التعادل. يأتي التعادل، الكرة المعبية اللي مرت من المدافع ووصلت هكذا في المكان السليم، الكرة تستقر بعد ذلك بالفعل في الشباك، ورودريجو اعتقد اي نعم رودريجو المعار من بنفيكا يسجل التعادل، وبالتالي الامور الان